خلصينا ولو شو أول مرة بتصير معي؟ لأنه مو أول مرة، بس ليكي إذا بدري إنك مخبرة شان ما تحاكيكي بحياتي. أي حاجة تهددي حاجة كلي. مالي نفس. ألو، أهلين حبيبي، اشتقت لك كتير يا عمري. شو شمستك عالية اليوم؟ أيوة. طيب يا عمري افطار وخذ الدواء تبعك ورجع حاكيني. أنا؟ إيه قاعدة أنا وديما. أوكي حبيبي يلا باي باي. وحبك قديش عمره؟ شي 60، بس هو مصر إنه عمره 45. أيوة. طيب ما بتستحي تمشي معه قدام العالم؟ يعني أحياناً بس نكون قاعدين بشي مطعم والناس والجراسين يصيروا يطلعوا فينا بخجل، وأحياناً ما بتفرق معي. يخرب بيتك شو قوية ستي، كمان مدللني كتير. خدي كلي باين. وشو يعني هيك رأي الست شام بالوضع الجديد تبعك؟ هالكاتقية للست شام بقى ببوس إيدي، بحبها بحبها وبيموت عليها. اتخانق ودقلي عم يترجاني كرمال صالحهم. ايه طبعاً بده يموت عليها وبيحبها كتير، لأنه أكيد بتكون عطيته كل شيء. شام وبعرفها كلي ديما. ليكي 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 من مد عيني عليكي. ماني أبو الهواء. ليكي 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 صاريه معلمين ما عم تضربوا ولا ضربة. لكن شو بدك بالحكي؟ علي الحلال حلوة المعلمية، بتأمر وبتنهي. حلو العز يا أخي والله حلو. أنا شفني بيان سنه. ودي على شو عم تجمع كل هالمارزة لا وراك لا قدامها؟ صب شاي صب. يا سيدي كل يوم أكثر من 30 صورة وما عم يمشي الحال. لك ما تركنا دلالة ما رحنا لعندها. وهنا حسابك صار كبير ها، على كل صورة 25. لا عبى أخونا عشوشي، بكرة بس تكبر مين بده يدير باله عليك؟ تاق العام وضربك. بعدين يا أبو الهوى أنت شو صاير لك؟ تتجوز ولا 60 عمره ما يتجوز؟ قلتك. يا معلم لا في عيش يلا صار راح دوبي. مفهوم معلم امرك. مين هذا اللي عم يتأمر عليه؟ دخلك شام، ليش كانت زعلانة من منصور؟ ما بعرف، كأنه كان شاكك فيها مدري شو، ما بقى اتذكر. الله، من ايمتى هذا الحكي؟ ما صار له زمان. قلت لك انا ما له واثق فيها. يا عليكي انتي، يا عليكي شو صايره شرني. ايوه الله يرحم، وقت كان برادك يصفر صفر. انتي قلتيها الله يرحم، ويا ستي تنذكر وما تنعاد كمان منيح هيك. تشربي قهوه؟ بشرب بركي بصحصح راسي. شو هي؟ شو رايك افتح لك اياها؟ لا شو تفتحي لي اياها؟ انا شو مفكرتيني اما للي ما بتسمى؟ دخلك منصور عرف انه حماته سكيره. ليكي هي ما ذنبها اذا سليم طلع متزوجها؟ ما ذنبها. لا تذكريني، بعت له حمى شو طلع وسخ، الله ما بيبعت لي غير هالنمر.